هكذا كان المشهد في ماراثون النصر الذي انطلق في بلدة قرى الأسد كنتيجة وتحية لانتصارات الجيش العربي السوري. شهد المهرجان مشاركة جرح الجيش في الماراثون وذوي الاحتياجات الخاصة. كما تضمن المهرجان افتتاح نصب تذكاري للجندي العربي السوري. ويعتبر هذا المهرجان الأول في البلدة، ومن المقرر أن يكون له نسخة سنوية وينظم من مجلس البلدية وبرعاية محافظة ريف دمشق وبالتعاون مع الاتحاد الرياضي والاتحاد الوطني لطلبة سوريا.